وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا أليما أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أدري قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى هذا المحدث كله إن سوى فجي إن صلاة المغرب جماعة كتكنا فردقنا إله بأن سوى فجي وأن نعمد إلهي إن كفر من الواجب هو يعني مساجد عد ولي أم فريستي عد إلهي جعله بفريستي هكاس إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام حدي الله كل أن تانو أرتن الفرق المساجد اللازمي إيمانك أو مرخاتك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مساجد عدو ليوم فريستي من إله إلا كل كيس الرجينيا وإلهي أمر كيس قاتي وطريق النبي عليه الصلاة والسلام وقلبي سإيمان كجرون بام مساجد فريستي من إلهي مركا وجد دانو سوا فريستي وجد كلماها وحاسكو برا رجلين أوامر تيلهي شرفت أنو هالكي تالا هالكي بين كجرتا الدويد أنو جد دانو نوكين محاي تهي وحالي رغفك بن آدنكو صدح الرموض هذه وكل ساري وايو وكل عداني ويدو مخلوقات كوكس وكل يتابع لي غفكاس بعين كوكل يتا قفادو قرن ويا حق وكي مدي وحلي وحو قيمة كفر دي مجرتو حق الله سعود هدو قرن وايو وحلي وحو قيمة ليه مجرتو يو جددي الدويد الله كان هدو فهم وايو محال لغا أبوري حقيبات كتي مدي حقيبات السعطاء أدوية محاصر لغوكني يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت رزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء يا ابن آدم إن آذن وبيل هيكو الحديث القدسي أنيقا كو أبورتي وعينا بعبدان كو أبورتيها عيار أرزاق بادنا وانكو قيبيها إزدالين فطلبني أنيقا إرادي وادها ليساي إن وجدتني حداد أنيقا هشي بلاي وحوى اللي بواد هشي حداد أنيقا إيدس وحوى اللي بواد ويدين الدين قردنا هديك كل قال له سيو ونقلاه علاقان للهين الدين كان صحبك وترمايو الدوية أنك أفضل سنة ديها ولكن يا دلاه علاقة الله يا لطو ودريق النبي قاد مرتو عليه الصلاة والسلام الدوية دي آخر هذه كل إبانية عبدي تريد وأنا أريد لا يكون إلا ما أريد إن أطعتني فيما أريد آتيتك ما تريد وإن عصيتني فيما أريد أتعبتك ما تريد ثم لا يكون لك إلا ما أريد إلهي سيدا سولي حديث القدسي أدون كيغيو أدون سبا دونيسا أنا أقول سبا دونيا سدا دارنت دونيسا نغني ميسا سدا دوني نغنيسا بإلهي عز وجل إن أطعتني فيما أريد حداد أنا يا ضيعدو وضمر كيغا قادتو سدا دونيسا أنا كويا ليا نبت قليا دونيسا نبت قليا وكسينا يا نبت ولا تنيما دونيسا خلق وضما قلوتو جعيلكو قلينا يا برواغا دونيسا برواغا دياني كسينا يا بركات با دونيسا بركات يعني كسينا يا شرف با دونيسا شرفتي يعني كسينا يا قول با دونيسا قوشين يعني كسينا يا جرجار با دونيسا جرجار كي وادقيا ليسا إنا كلما عن خدا دونيسا معي دينا وكولدو تاغن وقرمو ويان إن أضاعتني فيما أبيه سدان دون أيها الداد يقوى عبد عدد إلى هيدا الدون كي يقيو وضمر كي يقادتو وضريق النبي قاد صمرت عليه الصلاة والسلام ودين دادكو عمل فشو وحل يوحى الدون سوانا كل الدن تاغن بي لهيدي وإن عصيتني فيما أريد لكن
بسونو سدان دوني هدا يولي ويدو هدا دينتا سدان اسو دجيادو قادو ويدو وهو دا كسوكو ودريق النبي امر ويدا عليه الصلاة والسلام ادوية دنيا اخرى دباتا مدنسا دباتا ودالسا فعبا مدنسا وعبونس هالي ميسن مراد كاغا هالي ميسن دال بات كجرسا دونك الدل اي الرفاق اخرنا دباتا كودن بيسا ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم توفى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآياتنا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى من أعرض عن ذكري إلهي وحولي إنك الدين تيدا كجيسا أمر كيك كجيسا أنك علاقات لي إلوايا محمد عليه الصلاة والسلام بريخي سومري وايا الدون كوكو دوني هدو هاي سلمانيين وحان كلنا ولين نام والعددية دعانك إلهي باقو آمين فيصل الرباني ويا ما رأي فلسفنا ماها نيكا دونك وغم ماليات بدن هدي ايمان يتقود يعمل صالحا ورب العزة علاقات لي يلن وايو الديد النعيري يضيق يدب كن ولان ياخرنا دباتا ودميس والعياذ بالله الهي انك ما يلامي دارو لليا ونحشره يوم القيامة اعمى الديد النعيري ما كن ولان انا اخرنا محاوطة لا يسوغو اندلا سوصار انا بالهايدي سوغو اندلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذاتك المنافقين تو المجرمين تا قياما اوحا صوصار النبي الهيري يقو ادي يقص على وجهها يا رسول الله بلغيدي سيدتك وجهي يقص عليان وعود كين لغا قص عدسي يبا ودي يقص عدسي قياما لا إله إلا الله محمد رسول الله رب العزة كسع سينيا كالجيب وخالق ويان سنو دونو يليا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون وهو دون هدو سمعي عيد كدب على اللي سيسيقنا جبتو وهم أي الجن والإنس جن جيسو هادي أمر كإلهي كبيرا هو لسؤالي عقابا وكودا ميسا دباتا كودا ميسا بدا أمر كإلهي جيبس عدقو لكن إسقو وفعال لما يريد سنو دونو يليا ذو العرش المجيد عرش بو صحيحي هاي ورب العزة ويان عالم كان وردن كالجيب وابور كالجي بدون أن يستعين بملك مقرب ولا بالنبي المرسل مركو أدون كان سميني ملك لموتشن مرسل لصادرنا الرأي إلهي هو الدين هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء بديع السماوات والأرض هو الخالق هو المصور كوح صوره ويسيقه ويام هل كاسو لأن نقصه بميسر على شهيد سدود ونويا ليا كان مدع كالوها كود سعوسيي أيا قياما مدع كود سعوسي بالنبي عليه الصلاة والسلام سوف يندل الله صوصار يا قال رب لما حشرتني يا عما مركز وعدونك ورن يا إله ومحال اندلاني صوصارتي وان اندقبي أدويدي وقد كنت بصيرا من ريه بلا نهايو اندقبا يا نهايو مالقبين نهايو قل لقدم بيا نهايو قب قبل نهاي يا رب اندلانتني واسدي كذلك آتتك آياتنا قرآن كي وعد باكوي من دي خير قال لغو قوي يدي دعا دي باكوتي من دي رسوشي باكوتي من دي شرعي كي باللغو شيقي فنسيتها واتكجي ستواد اللودي واتكبرتي وكذلك اليوم توفى انكم مات الرحمة دي وكالت جيسنة صدع دوني بيال تركان هكو انفعوه لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله والامر يومئذ من الله نعم نوع كوتر ما يمالي تاس لكن محالا قربا انتنا هل تجلت امر كي هاي تعدو دين تكو عمل فل الهي علاقة اللي يلو السيقة تلاقة وديبو مخلوق الدوية كل لو دو حادو اركسا اني وحنا انفعي كرين وحنا دباتين كرين الا امر كي سمه هنا يخين تا الله انه ارساقو الله انه ولسي يخين تساقه عالم كان عالم كان ماها وحا الدوية اللي هو كان انا دلاهي رالي جلسو الدوية اني ابتلاء ما كنو الله ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم الدويدن ودار الابتلاء والله ويغيا والله امتحاميا إنا ذي الله ابتلاء سارته إينا المخلوق ابتلاء سارته الله ويغيا إنا ذي الله كعب صوته إينا المخلوق كعب صوته الله ويغيا إنا قلبك جعيلك إله جلسو إينا المخلوق جعيلك سجلس الله ويغيا قلبك وابتلاء
والغوغيا تجربة لغاغاديا سدا لغو علمي جنة والغجربيا حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ميا لغدين يا إيمان غني لفدك شغني يا ميا وانجربنا بلاي دكسوان امتحاننا نصيب أنو كانينا دمات أنو كانينا علاق بانو كانينا دغالا كان نغسينا قرابة وكل رميد خادينا إيكا حنونو كانينا وعاصر دوام حيوين وابتلاء والله يجا ينو مؤمن يهي ينو مؤمن كامل هاي بالله يجا مؤمنين كاملين الإيمان الله نقدر دار الابتلاء ما كجرنا واختبار بنا لك هذا يا امتحان بلغو يجرى هذا امتحان كان مالك الله شيء يا مالك القيامة الله شيء يا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي يا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت الغادية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني نكي كتاب مالك قيامها ملك تلغسي الملاهيدي فرحت بو خلقك ميدانك قيامها التاقن أي الله سوى ظلم رأيها سوى فرحية عليه ما أنت إتعان كان وان هلي وان دولي سي الجنة يان هلي رذي إلهي وأي واجبي امتحان كوا كسر بحيه كتاب كي كوا كاسر شهد لي أخر يعني فأما من أوتي كتاب بشماله فقعان تبعي لغسي إلهي نكما يلي بعليه يا ليتني لفوت كتابي وبحال لي زيني كان يا ليتها كانت الغاضية ويميت صوتي واحتقي هاي ما تنمي سيد الله قدافا ما أغنى عني مالية هدو مال قبينها وأدوية دمور دي وحولي مالك سوك يدقيم مالك بايد دقيم هلك عني سلطانية هدو ملح تويد دونينا ملح تويد يواتا يدقتين ما بولي هاي عدنا ودفاع عميسا مالين تاس عنانانا يا عنان تاس وحبو ترميسو يا عالم كان وحنا نوكيني إنان صحيقا دنويان دارتيني ماها الناس النيام وإذا ما تنتبهوا دك وي هردان بالليلي مركا دنتان هرددا ويكك عيان واحد ضد ما انت الدنجا كنا على دوي هردان غور ما يبرارو غيان مر اللي مركا نفتو اي كاب حدو اي قبر يصدع لقود ديغو اي قفو برارو غيا عبدي الهي بارني عدوك يجيو غسلوكا ريتولكا ويكو صوم ميدين وكفنوكا كفن بيكو سو حلحلين ودفنوك في التراب عيدنا ويكو سو آسين لو ظلوا معك ما نفعوك هدي كل السوق قليل هاي القبر ينكو ما ينفعين هبكي أدونك ودن بي عصرك هدي السوق أعطاني قبر ينكو كل السوق قلان هاي كما ينفعين ما بغي لك إلا أنا يا عبدي أدونك يجيو عيدك لكو معدن إلا أنا كون باكو هاي أجماعة الدنيا أمي الدنيا جماعتك الدنيا دي ماذا أرسلي نسينا كصور رسي الدنيا أتركت الدنيا أمي الدنيا تركتك الدنيا ماذا كي مدين بس الدنيا ما كانت تجي تتكوى الله وضع ويا نين الدنيا دي كت تجي وآخرة دي سيت تجي وكل قرار وجعلين وآخرة تقو الدنيا دي كت تقو إيا نين الدنيا دي كت تكتين ويساقو الدنيا دوار دي غيرو تمدو ويا عالم كان عالم كان نماها شرفتنا الدون كان يشرفتنا آخر ملك لما تعلو أمر جسوا لقاتو طريق النبي والله مر عليه الصلاة والسلام فأما من بغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى في ريا قرآنك وكاس الله إن فهم زي قرآنك قرآنك هو داعي ما لنقص هو داعي قرآنك وقولك إلهي وكلامك إلهي إله واحد كداعية شقاد الدين داعي كشقية إلهي بالدين دي كشقية الله هو الداعي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلهي بها داعية وضعت حاجة جنة وقويا ديا إلهي بها داعية والنار تتاقد ديا إلهي كو أبو ربا داعية كو دواغيا نحريسي سيئة بركات كيسا سيئة تكون إلهي بكو قويا ديا سيئة قويا ديا إلهي جل جلاله فأما من بغى نك كبرى أدبيرن أنتو كنا وليه الدين تدبر كأوجيديا وآثر الحياة الدنيا نلوش الدين كان حقيقة دي موضية دمور دبي الهيري فإن الجحيم هي المأوى أبالك سوى جحيم ويان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نكا إله إلا كون انكيسة كسي عبصودا القيامة في سايقاتا إله إلا كون انكيسة سير رجيا نفتي سوى جعش هنا كربا أبالك سوى جنة بلهي نبي عليه الصلاة والسلام
مالين واصحابته ودر دار ما يقول حكيدي يا ابا در جدد السفينه فان البحر عميق يا ابا در دون الجديد سو بدو يقول لي ارتوى كلقيه وربضا باور ما لقمر كريا شاقده بدو محال لو طلق لقمر باور مسجاره نسى مركب مركب ادويه ايمانيه تقوى دي عمل صالح لقمر كريا بس منك إذا دوغم بلا تقوى بلا إيمان باكم نولان وأنني يري بدا ساكم مريا اللوك مبيع كريسا أولي قيسا يا أبا الدر دوني ذا جديد سو إيمانك جديد سو تقوى الزياد سو بدا وديك الله يكون لقيسا واكثر الزاد فإن السفر طويل يا أبا الدر صحيح لأن سو زياد سو سفر كعاد مريسا وديري هاي ورقف آخرة تجي وصول الله يقول لي ماذا ركتين شو قد قالوا لا لا يسفر كلا مريا وداري يا شيخ وداري يا سفر بعيد عالم كان عبدال النحلة سنة جوته قبل كي مثلا كجر يسا عالم كان الدوية ما تأكلنا الهين نوري لي عالم كقبر يا كبدا صديق رضي الله عنه أبو بكر عمر يسوين دو أدو كم جوكي سدح يلح دنبوها لكن هذا ما يقصن قبر يا كجرة كن يافر بغولي زيادو سبب عالم كنا كنا والهين نوريري عالم البرزخ باكا بضن وعي علمو دولا ذي ننكا قبرغا مدير كجرا وننكا كجرا أفرتا كن أوصنو ننكا وقو مختير حق عالم البرزخ ايه اسم الدنك دقان قيامي وقو صدعو وننكا كجرا أفرتا كن أوصنو قبرغا نبي عيسى عليه السلام ايا قبور صومري مركا كل الله سعودي ما يقول عيسى عليه السلام إلهي نو ودي أن تدخل قبورها كجرا من ناصر نولا يو أم وريس أنه عالم البرزخ حالة دي ده عيسى عليه السلام الله برك عيوتك ده إلهي أبو بريي قبر أبو متك صوبحي مركان صور ريس وعود أنه هو حان هاي زمن كي النبي النوح بعد منت عليه السلام كي صوبحي قبر كاشا كنية زمن كي النبي النوح بعد منت عليه السلام إلى يومنا هذا السنكرات الموت كي سيحانو كي سيني ما بيحبوني يا شيخ والله والله عيار ما كجرنا عيار عيار لعب لا هو بيقنا نبدأ يا الدويد وين سهلت الدويد مات يا أبا الدر فأكثر الزاد فإن السفر طويل يا أبا الدر صعيدنا الزياد سوء سفر كوديري هاي وخفف الحمل فإن العقبة كودا عليس كنا يسكيري كابد الله مريا ويأدكت هاي كدرت الله قبع هاي ويأدكت هاي وديدك سرال ويان نيكا ذنوب تبادين جيدك سرال مري كريم هاي والله ليان هل كان يوامشي إيمانك أي قلبك اللي وصفين ويان ماشي بركة إيوه علوش اللي قد برقيني ماها نبي عليه الصلاة والسلام أبا جحيفة أيام مالينو يمدي سوكو دع داعية والنبي في رد إلى صوحني مركابو النبي كيري أكفف جشاءك عنا يا أبا جحيفة فإن أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوع يوم القيامة وكيري وردع الحق أنا غلط دارو بكيري دع دا دا دتك أدويد وقل برقى بلني وقل قيامة وقل برني dadkii adduunka ugu dharaga badan waa kuwa qiyaamaha ugu gaajo badan fakaana ida taqadda la yatacasha wa ida tacasha la yatqadda aba juhayfa maalinta kadib hadduu qadayo mucashinin hadduu cashin mu qadaynin yani ma afar iyo labaatankii saaca hark mar kaliya wax cunaya mar kaliya nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin wuxuu arkay caaisha oo laba jeer cunto cunaysa markaabuu nabigu ka yidhi caaisha maanta shaqo kale maad wayda calooshaada maahine الأكل في اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب المسرفين يا عائشة لما جرى عنت الله عن مالتي وإسراف إلى هنا مسرفين تمجعلو إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب إياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلق ثوبا حتى تراقعيه بكير عائشة عائشة هدى دون سنة ذنك قيامها إلى كل أن تعود ما لنقشو إنت ومنك مسافرك وقادنا يا إلا قدويك استعمال نيك مسافرك راشين بدا مو قادة مسا إن وقادي كرو مش هيك إن يرو قادي كرو الدوية السنة نيك مسافرك وقود دولنا الله بالنبي كيد عايشة نيك تجارتي اللي عقلي وين هلا فدي سن مؤمنين تا يا متقين الله فدي سمال وحان كاقد يا عايشة ابو كيدي نيك تجارتي اللي عقلي ميل هلا فدي سن فقراد يا مسلمين دا ميل فدي سو ثوب كان هبدين إلا أدرك علي سمهنين إلا أتك كرته رقعة هذا حال جينا ما أنت قول رمى
أين نحن من الرسول عليه الصلاة والسلام نبي جينا كما تالكين كتاقنا سيد البشر خلق كيف كرامة بنا قاربا قولنا يزمك رسول كباس دي برسمة جرين دي يا مسكين مؤلعي مؤوي عرض علي ربي ليجعل لي بضحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكني أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت ذكرت شكرت إليك وحمدتك نبي عليه الصلاة والسلام حيري إلهي بأي بندقي بورها مكة كويا لين ذهب لي قدقو فقلت مركزاني لا يا ربي ما يقدا يا ربي ما دون يقدا سبب يا الله ما لنا وانقا جونو ما لنا وانقا جودنا وانكو بري وانكو تضرعي ما لنا واندرقيو ما لنا اندرقين بيوروان كو شكرين بوكيري صلى الله عليه وسلم كاسكموها سيد البشر خلقك إلهي أبو ركو كرام بضنبوها وإنك لعلى خلق عظيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إن فضله كان عليك كبيرا بغني يا بدوش زكوين آتي خلقك كيوك رب النبوها أئمة الإسلام بس متفق على الرنتاس سيد البشر عليه الصلاة والسلام سيد الكونين جنجي إنسي يسير سيدها يا مالين قار أصحابك من المال أنت فريستان مد بالنبي بو أماني قار با يدي أنا جا إبراهيم با عجبي عليه السلام كوكا لا يدي أنا جا موسى عجبي عليه السلام كوكا لا يدي أنا جا سليمان با عجب قلي كوكا لا يدي أنا جا نوح عجب قلي عيسى عليه السلام مركز النبي كوسو بحي صلى الله عليه وسلم هو قصلي ودو العدي مركز قد سمعت مقالتكم وراهدي النور دوان مغلي مد والب النبي با يو أمانو نبي با عجبي نبي والب درجة دا يا أمان تانا أولها الله أني قال إدقيسة هو إدقيسة الله وأنا حبيب الرحمن ولا فخر خلقك إلهي كوج على بان هفان جماعة وأما بنعمة ربك فحدث نعمة دي إلهي كوسي كشك ولا غير ما مال به نعمة داس ها دين به دين يتقوى إيمان بالسيء عمل صالح على السيء دم بيجي سبا الله دافي معصوم بالله دقي سيد بالله دقي رسول بالله دقي نبي بالله دقي عليه الصلاة والسلام جميع الأنبياء جميع المرسلين مركوا لا إله إلا النبي والبا نبي كست إلى من يسوق يري يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وقيل يا نوح ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس جميع الأنبياء نبي والبي لا يمرك الله علي ما يعيسوه يا ري قرآن كما قلت الله يا محمد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها المزمل يا أيها المدثر ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآنك ما تعالى يا محمد وما محمد ما تعالى لكن لفظ دوار كما تعالى يا محمد يا أيها ركال الله دير يوم كان الله دورت يوم كان الزدوب يوم ياسين طه هذه والكرامة مين يتاس أليس هذه كرامة لكن شقدي سي وجددي الله صدر الله إن فهم سيدي الله إن فهم سيو لأش هذا الكما إن الشيخ فهم سينا يا منزلة نبي محمد وكلها إله اكتسا إيا شقدي سي منزلة إله بل فهم سينا يا إلى ما أنت مدحوينه هاد من مدحوينه هاد من جعلاه ما شقه هو سيسودي لي مس ما سروسينا يا شاكد شق سروسينا يا سوسمها إله جل جلاله وعم نواله ولا إله غيره محمد عليه الصلاة والسلام هو جعل هذا مخلوق قدم مقدورتي لكن شقدو سي شق الله قبض شقد آخر بالنبي سي دعوة بالسي شق الدين بالسي يا وحل غيري ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين شقد الدين تأنكم ما قفعنا إمك حتى كقرآن كبرنا يا مات الدين تكم فانو وكان حشرة ميرو بالدين
يا ولقد اتيناك بالله يا محمد سوره الفاتحه كسين هذه ما انت قران عظيم انا وكسين ما انت نك مسلم كا كون شيلن يا فاتحه مثل كو قادنيا كون كشيلن بو قادنيا كون كشيلن وايو لبي تون هلو موزي غينيسا ما قرني ما تقيم القران كولي هي ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم قران عظيم خفسيني هذيك وشرف تكريم يعني النعمه وين بخفسيني ويان يعني مال بخفسيني ماها دوله بخفسيني ماها وحوين قران عظيم خفسيني هذيك كو لا تمدن عينيك وحان قال لنا سنين راعين بالغير عضو وحي قال له هايسان مال كوغا دارو هوغا علم تودا ديارده هوغا قوة دودا ايقن واي ايك وحمام من نفسين بك ديانتا اذيقا ونحي وينا كفسيني ديفتي وين الى اذيقا قاتي قرآن ما كفسيني وقل وحات تلادا اني انيقو انا النذير المبين ديقا عدبان هاي داعي بان هاي خيرك انيقو ايديا نارتا انيقو ديقيا رسول بان هاي مبشر بان هاي نذير نوان هاي شقد الدين ده كفان بالغيري يا جميع الانبياء عليهم السلام نبي كسول صدره شغل الدين ده كفان عيسى عليه السلام مركي النبي مريم فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا مريم عليها السلام مركي ولتي مد عيسى ومركع صوتنا شيء هي بني اسرائيل وحيد هذا عقاش ري بن اسرائيل مريني وما يوحى الله من مانتا ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغية ابا نحن ماهين هو اذا انا فاسقت ماهين قبل في عمد قدلتي هيدا المام بلا ابا كانه وكانتي فاشارت اليه يكي بيوت المامتي كتري السجا ويديا هل كان كان السجا نشيك الدوني والمم مركب شوين عيسى عليه السلام الهي ولا ليال قدرتنا وليهي سنن الهي وليه قدرته سنن ومعي وحول بلا سبب ويلا ما تنسى ما قدرته ومعي بلا سبب اي الهي وحول بسمين كرا المهاير سنن الهي وحاكم ده مرقو لما جير قال ايو هذا الكا ايو بلا باس وصامحين قدرته الهي ومعي المه اسلم مركا ده شيء الهي وكا علين كرا ما كرم سما كرم يا وقدر ويا عيسى عليه السلام اسلم مركي بيسقى هذي فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد السبية قاسي الرب بن اسرائيل وحي كويرا ذي مريني ما نقول دال ليس المهن عنه بهد ده شيء سين ما هذا الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا دقيستا الله نفهم سيو امين هذا نبي عيسى عليه السلام حنا الجو الرئيبي دم حي هيد ريبل بان هاي بيدم يا ها ريبل نمس كسر هذا بقى درجة لقوم قالوا دب بالله قص هذا دب نيجي ريبل نمس كفانا أدبي دنيا خرا خسارة كده عيا خسارة هاد كوب يادنا دب دم وقع مس والله الله لك عمايو قال وحير عيسى عليه السلام إني أنا جو عبد الله بان إلهي أدوك يسيبان هاي ريبل بان هاي مو ورا ولا دقيسة وحول أنا هو إلهي أدون كيسي بانا درجة دانا درجة كسر رسول بن آدم وشاكن كران هي مجرتو آتاني الكتاب وحول كتاب الله يسو دي بي وجعلني النبي نبي نوال الله يسو دي يعني رسول بانا هي إلهي با يسو دي وجعلني ولي با يبهاي وحول يغي يالي مبارك بو إلهي يالي مبارك أبي قتاد وحقوف سري وجعلني داعي الخير وحي بهاي يجي إلى داعي الخير كنت الخير كنت يرى أينما كنت ألقى دون مهجوجي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي صدعنا والله يقدر داري صدعنا وفرايد ويان وعبادة ويان انت ورد ودعوت صدعنا ورد ومعلومة دمنا صلاة الزكاة يبر الوالدين الله هنا فامسي إلهي مخلوقات كو وجعل هذا الدين ديك شغيني شقد أصدع هاينا إلى هاي أمة المسلمين دين قصوا مسلمة شقد شقد هم قرنا يعني مركل هنا إلى هاي درت يوبح وكالي ما لقى الدين تجلي ووقت زيك الدين تجلي سوق الله وإسلامي مع الكين تقابل كل إياه أهو إسلام قال كجر أمانت
هو مي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلم عيني صلى الله عليه وسلم وحال لغو متفاسق منه دين كان نجا مسلم فانا قال لما لغو قال قال لما لغو قال ابو عبد الكفر أين الإسلام؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بإلهيه إن سقف بيكل المؤمنين بأنهي إلهي هنا لكن المؤمنين محكواس بين بيشيغة يعني إن باقوا قلوب المقلين إلهي علاقات بل الأمنة سنة إلهي سنة قبيل فوجعلين إلهي ومجعلين المعنون سنة قبيل فوجعلين يعني إلهي ومجعلين يعني هذا ليس الإسلام ورحيك ماها نجا مسلم قبيل ملا شيخو مسلم عالم كمسلم يعني نجا مسلم قبيل ملا قبيل لك مسعود يا أمتي النبي عليه الصلاة والسلام مرقا مسيح دين أردت كنا دعية من كسو وحاتا مرقا والرئيس مسلم باتها كور مسلم كدب وحاتا أمتي النبي عليه الصلاة والسلام لبا تسد هذا معي نائب رسول الله باتها هل كي نبي محمد باتها قلتها شقائي نبي محمد لقربها لك لقربها نواب باته نواب نائب الرسول الله باته هذا إمام بعضه هم سامو صلاة من الجوجين يا هاي من الجوجين يا شيء مين ما قال يا نائب كيسي ما قال يا مين كان مسلم هو نائب النبي عليه الصلاة والسلام ما الدليل على ذلك وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كل ما لقيه دي وما دابا طريقا وطريقا دقي ساعد أغراكا بس وحبكم أدريلو سنة تاشيغنا قل بأمة دادا قل هذه سبيل دريق إيقوا كان جد كيقوا كان وكي جتاس ما صلاة دا مي صلاة دا ماها ما صنقا صنقا ماها ما ذكرا ذكرا ماها وام حي جتاس إلهي ما جتا فسري ماها حتى من عالم المفسرين جد كإله جد كالنبي إلهي ما شرح إلهي ما فسري والشيء إلى هاي فسر كور من توقي من ليه الله إلا فهم سيئ لكن قرآن قل كل ما اللي يقول ما بابا هذه سبيلي جد كي يواكل وكي أدعو إلى الله ويا جد كي دعوة ويا بدك حق إلى الله ويا رواك بريغ يعني على بصيرة على يقين وبرهان وعلم أنه بريغ أقوم له كوكرسون دليل عمه هست كوكرسون إن دعوتها سبب كي يدي في عالم ورفو جارس كوكرسون بلا أسباب بلا العدل بلا الدولة بلا قوة حتى الشقد أو كرد دين تكشقه على نهج الرسول إن يدي في عالم ورفو جارس طريقة مكل جبالة شاهدة شاهدة جيت يا مكل جبالة صلى الله عليه وسلم مي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وكوي اتبعني سببا كل دريقة وحا صمرا وخير ومضى وقيريا أنا أي آمن بيبي تفسير وجلالين اللي عيد أنيق الرميسي رق دمر يرير واوين كوحي غاني كانوا قوم شغلا ولا قربا إن مال كيسا نفت كيسا وقت كيسا إن الدين تقليه ولا قربا كوحي كعلمي علمي غير يغانا إنو علمي غير مدقاسي الله قربا كعلمي غير يغانا علمي غير مدقاسي الله قيابا لقربا نفي هل آية يغانا آية غير مدقاسي الله قربا شرد ما عينا علمي غير دميسو لا وشرد وحا أبلغ عني ولو آية بانساق دعود وكاس ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وتا دعود هذا أصول الدعوة جن جماعات جن أي نبي مغلقوان سوى آخر لي مركو طائف كسو الله مي مركا هذا جن كي إصلاح لين قالوا أنصتوا بلدقين سنك نفلية فلما قضي نبي مركو قراءة جوجين بمينا ولوا إلى قوم المنذرين دعوة دي الإسلام كي يخدها غير الله هنا فهم سيئ لكن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله شيخ داود وتس دور آيات رب البرتين إسلامك يقوم بغير خيرك يقرسيا الله إنا فهم سيئ لكن
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها وما تنكنا هيستا يا مركا وحال الدنيا إلهي فلقي شقرا سمات إلهي دون خسولوا لي مل أين الشقرا ما تدون خسول مجرته هذا فلي إلهي ويان يعني. تجار علماء فقراء عامية عوام ضمان وما فوالا والله دقاقة عالمك تبينك يقول دقاقة ورد دي والله فولي فولا ورمركب كي والله فولي فولا ما فولا دي ده ديار موتي إن شاء الله هذا هذا المها ها شيخ الله مالين وحبيري مكينة تبليغة وعد يقولوا معاي هي أربوك هاي خالقها ونقرر دفولي هذا بوك يا خالقي بس فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله تشكيل كوكس عيسى عليه السلام مركو برمي إلى جين في النقصان يسو وكفر جي زيادة وباطل جي زيادة بكي راعي انتو سوجر جيد وكيري واركو ما يكلمني من أنصاري يا إلهي الدين جيسك شغيني قال الحواريون نحن الله الله إنا فامسي هذا تشكيل هو كوين إلا سقرا دين دل الله حبان قاتو أول الدقاق أول اللغيه ورمكوت الله دين دمسك كله تعلو بل شيء ده كله تعلو كم أنا يا إن دين تدمر الله فولا أو الله فولا الله اللغيه مكوت الله مسك كله تعلو يا صحابة محمد دين دم حيكو في دي فلم يا مكية مدينة فلسطين يا لا 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 عالم كلكم مرة نشر الدين في العالم كله خروج يا اصحاب المحيين محدود ماهين مطلق مفتوح بها افر بلادي افر تكي وضع فيك انه وين ضع فيك انا اصحاب المركة يفهمين مسؤولية بدون تحديد الوقت كده دقائق عالم كده دين تكارسيا عقبة بن النافع مدينة يدوك تكي بوتكي افريكا مركو صمرة محيط الاطلس مركو جوغا اي فرسي سيبود اسلاو قلي واقع دوك امريكا لبوغون مركاسو حق وجهي امريكا فرسكيس مركاسو يا ربي لو علمت وراء هذا البحر اناس لبلغت لا اله الا الله يا ربي بكيري هبا نوقع الضد عيني بتكش شيئان لا اله الا الله وقرسل لها الان ارجع الى المدينه رب العزه وامك المدينه كلها ميا سلام فانو الله ميا ومحي ملعقتي لا يقدم ما تيرا بوقتي لا يقدم ما تيرا مي لان الارض انتهت تركي بعد ما تيرا خلاص الله ينفع بزيو رجل مرة الله ينسيو هذا الرجل مرة إنك هو الله ينعي لكن من على نجد الرجل مرة إنك بدو هذا الرجل سر ريت كيف الله عاي أنتم خن إلى إنك عدل عاي أنتم خن مايو جس إني ما لي فعل كون نجوجرا لكن ما ترى نستعمل الله إنك إنك بس هسوي علينا هالكل هم بقولي ديار موتين كم هو ديار عفر بلاه ومخدن وجيل كييجي نحكي لا يجي هاي استعجل هذا القعمة ما دونه إنه ما هو أبانا والله هو كم ترى شيخه استاذ تمام قرقره بشكل ان شاء الله هاي ويا جماعه هذا راح يافر بلود ما شاء الله هاي فريق سنت الناس الله نوافق جيو كل افكار بدل ما نقول كل جرو لكن فكرتها سودان هذا بحران بالعمل وحكى فهمسان شيخ باب بري نقول حكي له بحنا شيخ تضبع عروه هيا بيران كو شقير روان نسا لبا افر تختين وانت بلا محل لقى الربابي ما افر وقتين بس عشو وقت صبح وخرشاك مجرى ملتا بقى مجرى خرشاك شيخ محل يسكرين اديك حالك حالك يسيب عين كاسي كاي بالكورما كبارت انه قد بعوية كاس نقا ومد النبات قليي ايه صلاة دانة تكذيبا ما تنك اللي في عم لكن حقيقة عبد الله يقول بعن تاس ما الله ورن كرا واجبك يودم مي بعن دوا قيب كميرا جلك صلاة دو دين في يودم ما صلاة دوا قيب كميرا دين في علم دو دين في يودم ما علم دوا قيب كميرا دين في دعوة دو دين في يودم ما دعوة دوا قيب كميرا دين في ما هو الدين دين في وامحي إلهي أوامرتي سوطنا ولقاتكم أفر يا الله ماتنك على الساعة الله نالا رسولنا بيقولنا الله عليه الصلاة والسلام هذا يسمى الدين هذا يسمى الدين نتعلم هذه الحياة نرشي أسأل ربنا صبرنا الله أمام تقول لك
إلهي وحول ما صوبوا يالي غربا كورنا يا إلهي ووحد يا شيخو مدبا مات النقول إذا ولدي مركان بحني بنقيلي بدخين وحمق هذا نيام غرتيني واللقو دالي حيث دالي لنا واختي ياسك عيارين مسايد اسك فريسة هل كانوا في بعيدي وحكستبا سبب با إلهي يالي سبب هننكونا والله وين الهداية با الذي هو الله بشي هدايته هداية التوفيق هي هداية الدلالة لما قال إلى قرآن كسب الشيء توفيق دينا هي بحية إنك لا تهدي من أحببت تاسوى توفيق دويا ولكن الله يهدي من يشاء تاسوى توفيق دويا إلهي بحية تدلالة دون وامحي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم تعال نبي الله صار يا أتباع ديس مرقا دعوة دمركا كفر سنمانتا بقيسا دعوة دياغي أدونك أي كسعوتي دتك الملحدين تي المجرمين تا دبر كوغا وحي كسعو بحي أولاد الموحدين ومسلمين قريقي يا أبا جهل إكرمة كسعو بحي رضي الله عنه قريقي وليد بن المغيرة لعنة الله عليه خالد بكسعو بحي رضي الله عنه بالليس قريقي أبا له لعنة الله عليه ذرة من تابلها رضي الله عنها بك صبحت دعوة دمرك أدوك كسعوتي يا مسلمين دين تأود غاغيين قل يا مجرمين تي منافقين تي ملحدين تا موحدين إلهي النبي يتغنك صبحي سوك صبح من نسي دعوة دمرك ما دان كفر السنين ها قل يا مسلمين تي موحدين تا ملحدين إلهي النبي عايزة كصبحي سا ورمتا بسماده يا هل ده المحاس بدلي صلاة دواي زيادة مصلين تو زمن جينا بلي زمن كمان تم تجيب بدلي من ترى زمن كن حجاج تو زمن جينا بلي زمن كمان تجيب بدلي من ترى صائمين تو زمن جينا بلي زمن كمان تجيب بدلي من علماء تو زمن جينا بلي زمن كمان تجيب بدلي من محاس محام خلوه يا بلدري ما فكرة شيء ما كم غن ماشى وح كم غن عمل سبب كيسة كسودك سيدة يدي محارست ألا وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم ودعوده 40 سنة النبي نبيها إلهي بكو عبد غار حراء من الذي النبي إبراهيم عليه السلام عبادتي ساسي قرقي سي هداية كبير سودك خديجة من إسلامين علي الله قرأ الله لا من إسلامين أبو بكر الصديق وصحيب كامون إسلامين بل نبي ولا أماني ولا بل صادق ولا أمين بل لها لكن مركي دعوت بالعبين لقيت قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك مركي دعوت بالفري طلاب الدين كلها أقاضي ودك هل كون المتدير يا قومي إلهي أمر جي سقاط ويسرع واللبان سنة هل كي أمانت عيب الله بدلي بقشتا هل كي هن الله أنت له هداية بما إلهي بلا بي ورمتا سماد هل كي هن الله أنت محاد بلا مي إلي خديجة سوى سلامته علي سوى سلامه أبو بكر سوى سلامه عثماني طلحة سوى سلاماني عبد الرحمن سعد لما لما أفر أفر شيشا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلا لك قرآن كاس دقمو دقمو دوهن الدولة الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام بقيسته ولد يتيما نبي قوحة وكبر باري أقول نمو عاش مسكينا مسكين نمو وكبر باري وبعث فقيرا يسقو فقيرة وشن اللعاقة هي سنة رسالة اللو دي بول غير الدين تعالم كورنا قرسي تتكي غاربا كورنا يموتا دين تبقالي وبهانته وردين بهدي دقالو بانتاي يتيم محمد عليه الصلاه والسلام اغونا رسول الله يوم دقينا كسري خير برسول الله قد لها مثلا سما فقير يتيم مسكين الى هاي كاسو دي برساله دي وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين رحمه رحمته معي أعماشي صار رحمته دقي عندي صار رحمته
دقن دقن كي سيد دقاق يسايا الرحمة كسود ويسا طريقة سوفرية منك دين تنشق ذي إذا أكع على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام سبب تيسا إلهي أمد كسو هذين مركة والله يعني شقد ما تدعود مدير باي إلى عدد وافجي بدأ أدوك وفقير سنة وعرب عن هين وعجمة سبب تودي ما أنت إلى عالم قدم كفري وحال مغلي كنت سغال بغولي اللحنة كي ملك فيصل أيها الدنباء لدري من أحوينها فرنسيسك وعكيري وحاب ما فصحنا إنا نكدسنا مقال ما نحن ذلك فرنسيسك بمسيد جامعة الرجل البرلمان قال له قبلي ما لحد ذلك أنا ويت تشدين وعايز يكون اسمه اتفاقين إلى ذين أنا كان الجغة أنا نقصي مكة آثاني ستكدسنا لا حول ولا قوة إلا مسكب دي دي يكون ويت دي دين ببركة هذا الدعوة دعوة بالسلوات إلى صدح كل يسدد بقول أو مسكين بقدر سلمان تفرز جديد والصومالي تام قدر سلمان يزبوز يزبوز لكي صدح كل يسدد بقول أو مسجد برد ويت الجماعات من صومر اللغة سياشا كنين كجروا روح غيري صدح بقول أو وحى اللي تسين مسجد وكن سغال بقول يسدد كي دمان تدو دا حاجر كان يصدق هذا المركز التبليغ اللي كوي على مقاله ما يحرر بلد الفرنسيسكا بمعنى كنيسته كان عن جريد بمعنى مخمارات هذا لما دوا مسجد الرحمه افضل لو اعتكس على شغله دي تكس اوتومات الدنيا جماعه دوا كره دريا شيخ وحول بين الصوب ويا الصوب جيتكو تمرتا هدي ان نرانو ورزمن كي النبي يا زمن الفرق وين ما هو دحيا وال دكوس بدلي اي جريني تمرتا عيد لو اسي ما حيسي سيبر كان قدم بحر قدم بحيسا وشيء ده قدم بحميسه وحال يرضى سنة الله في الأرض ولن تجد لسنة الله تبديلا والسنة إلى هذا بدلو جيت كاسي أما عصر هل قالوا أما هل سبب بدلو أما قالوا علماء فرنا هذا صارعنا لف تبديلك كواس مركان صوب حيسا يدو ما تاني سماده سيدا جيت كان ندام كيسو كبا حي انا لو بدل كل الزمان والبا يا وقت كستي ايا شقد الدين جاي عالم بكوف بدا يسنا لو بدل كرين نهج الانبياء ولد عليهم السلام وما ارسلنا من قبلك من رسول الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وكاد عودة نهج جاي جميع المرسلين نبي انتو فريسة لو يمد مجرتو نبي والبا مالك نساء نبي تدين تو قليي داتك هلكو قلتك هلكو فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي
هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.